بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 35 بعد 132. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، مرحبين بضيف البرنامج فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. بارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع الجميع بهذا اللقاء. بداية، هذا أحد الإخوة يسأل يقول: ما فضل الصبر وما هو وعد الله للصابرين في الدنيا والآخرة وما هي أنواعه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا شك أن الصبر رأس الدين، فلا دين لمن لا صبر له، فهو من الدين بمنزلة الرأس من الجسد، كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وجاء ذكر الصبر في القرآن الكريم في مواضع كثيرة. والصبر في اللغة حبس النفس، حبس النفس عن الجزع والتسخط لقضاء الله وأقداره، حبس النفس على طاعة الله ومشقتها، حبس النفس عن معصية الله، منازعة النفس للمعاصي والشهوات فيصبر نفسه، كذلك حبس النفس مع المؤمنين والبعد عن أهل المعاصي. أصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فالصبر عظيم ومقاماته عظيمة، والله جل وعلا قال: وبشر الصابرين، وقال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصبر والعفو عن الناس أيضا له مقام عظيم، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فالمسلم بحاجة إلى الصبر دائما في دينه ودنياه. وأنواعه كما أشرنا ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر على أقدار الله، وصبر عن محارم الله. نعم. أحسن الله إليكم. سؤالها الآخر يقول: هل البكاء عند المصائب اعتراض على قضاء الله وقدره وينزل من الأجر؟ لا، البكاء لا يملكه الإنسان وليس باختياره، وهو يدل على الرحمة بالميت. والنبي صلى الله عليه وسلم بكى لما مات ابنه إبراهيم، قال عليه الصلاة والسلام: العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بك يا إبراهيم لمحزنون. والله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، وإنما يعذب بهذا، يعني اللسان، أو يرحم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل حفظكم الله: هل هناك عمر محدد لبلوغ الولد أو البنت، وما هي علامات البلوغ؟ علامات البلوغ كما جاءت في الأدلة هي الإنزال، أول شيء الإنزال، فإذا احتلم الصغير فقد بلغ ذكرا أو أنثى. ثانيا، إنبات الشعر الخشن حول القبل. ثالثا، بلوغ 15 سنة. وتزيد المرأة بعلامة رابعة وهي الحيض، إذا حاضت فقد بلغت، هذه علامات البلوغ. نعم. أحسن الله إليكم. هذا رجل يملك أرض واختلفت نيته بين البيع أو أن يعمر هذه الأرض للسكنة أو يؤجر الأرض، فهل إذا حال عليها الحول عليها زكاة؟ لا، ليس عليها زكاة ما دام مترددا، هل يبيعها أو يعمرها أو يؤجرها، ليس فيها زكاة. لكن إذا أجرها فإنه يزكي أجرتها إذا حال عليها الحول، وإن باعها وقبض ثمنها أو صار دينا له فإنه يزكيه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. نعم. نعم، بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: ما حكم إظهار المرأة لبعض شعرها متعمدة ذلك مع لبس العباءة والخمار، وهل تعتبر مقصرة بحجاب أم متبرجة؟ نعم، لا يجوز لها إظهار شيء من شعرها أو من وجهها أو كفيها أو قدميها عند الخروج أمام الرجال، بل تستر نفسها سترا كاملا، تستر نفسها سترا
كاملا تغطي شعرها وجميع بدنها. هذا الواجب على المسلمة التي تخاف الله عز وجل وتتجنب الفتنة. وأما ما يفعله النساء اليوم من التبرج والزينة والسفور واللعب بالستر فهذا عليه وعيد شديد. قال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أراهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. صلى الله العافية. فهذه النسوة التي تساهلن بالستر والحجاب وجارينا الكافرات والفاسقات في السفور والتهتك في المحافل في اللقاءات في الدراسة في العمل، سيلقين هذا الجزاء إذا لم يتوبن إلى الله سبحانه وتعالى. والمدى قصير والموعد قادم، عليهن أن يتقين الله في أنفسهن وفي مجتمعهن. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل حفظكم الله، يقول: ما حكم قطع النية في العبادات، كأن يقطع المصلي نية صلاته الفريضة إلى نافلة أو النافلة إلى فريضة، وكذلك إذا نوى المسافر الإفطار وهو صائم ثم غير نيته إلى الإتمام وهكذا؟ إذا كان تغيير النية لحاجة لا بأس، لكن لا يغير النية من شيء إلى أعلى منه في العبادة، يغير النية في العبادة إلى ما هو دونها. فأن الفريضة ينويها نافلة، حولها إلى نافلة. وأما أن يحول النافلة إلى فريضة هذا لا يصح، وتبطل هذه وهذه، تبطل النافلة لأنه قطع نيته، وتبطل الفريضة لأنه لم يأتي بالنية من أولها. نعم. بالنسبة للصائم الذي نوى، الصائم إذا احتاج إلى الإفطار فإنه يفطر، فإذا كان صومه فرضا ونوى قطعه انقطع لفقدان النية، وإن كان نافلة ولم يأكل ولم يشرب، نوى الإفطار لكنه لم يأكل ولم يشرب ثم بدا له أن يواصل الصيام فلا بأس، لأن النافلة أوسع من الفريضة. نعم. هل يجوز الجمع بين السورتين في الفريضة في ركعة واحدة؟ لا بأس بذلك، لا بأس أن يجمع بين السور في ركعة واحدة، ولا بأس أن يقسم السورة بين الركعتين، والأحسن أن يقرأ في كل ركعة سورة كاملة. نعم. وتكرار السورة في الفريضة؟ الفاتحة لا تكرر، هذا يبطل الصلاة، لأن الفاتحة ركن والركن لا يكرر، أما غير الفاتحة فلا بأس بتكراره. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ صالح. هذا السائل يقول: رجل كان عنده بعض الجهل في العقيدة فكان يذبح لغير الله، وفي هذه الفترة أدى الحج، وبعد أن عاد إلى بلده تفقه في الدين وعرف أنه على خطأ وكان على جهل كبير في أمور العقيدة، فتاب عن ذلك العمل، يسأل عن صحة هذه الحجة وهل حج بدلا منها؟ إذا كان حج ولم يتوب من الشرك حجه غير صحيح، أي إذا تاب وتبين له خطأ وتاب إلى الله فإنه يعيد الحج ليؤديه وهو على العقيدة الصحيحة. نعم. والجهل لا يعذر به؟ الجهل ما يعذر به، وهو يعيش بين المسلمين ويسمع القرآن ويسمع الذكر ويسمع ويقرأ في الكتب بلغته الحجة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يقول: رجل له مجموعة من الأبناء والبنات ولم يعقل أحد منهم، إما لجهل أو لتهاون أو لعدم توفر المال، وأبناؤه الآن كبار، ماذا يعمل الآن؟ لا شيء عليهم، لأن العقيقة سنة ليست واجبة، وهي من حق الولد على والده، ولم يؤديها فلا شيء في ذلك، والحمد لله. نعم. يقول السائل: هل يجوز للمسلم أن يترخص برخص السفر من صيام أو قصر أو جمع للصلاة أو تيمم وهو لم يغادر البلد، ولكن شد رحاله وجهز سيارته ويستعد للسفر؟ لا، ما تبدأ رخص السفر إلا إذا خرج من البلد، خرج من عامر البلد، فإنه حينئذ يبدأ السفر ويبدأ الترخص بالرخص الشرعية، أما ما دام في البلد فهو حاضر لا يترخص برخص السفر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول أنه يسكن في الرياض ويذهب إلى أهله في الدمام لمدة يوم أو يومين أو ثلاثة، فهل ينطبق عليه أنه مسافر؟ إذا كان جاء للرياض لدراسة أو لأمر عارض، وأما محل سكن المستمر فهو في الدمام، إنه إذا ذهب للدمام ووصل الدمام لا يقصر ولا يجمع ولا يفطر، لأنه عاد إلى مستقره. أما إذا كان مستقره الدائم في الرياض فإنه يجمع ويقصر في الدمام ولو كان فيه قرابته ووالده. أحسن الله إليكم. هذا رجل يطلب من زوجته أن تؤخر الحمل لسنوات لأنه يرى في ذلك مصلحة لزوجته صحيا وكذلك من أجل تحديد النسل، فما حكم ذلك؟
هذا لا يجوز، لا تحديد النسل ولا تأخير الحمل إلا لعذر، عذر شرعي بتقرير من الأطباء الثقات أنها تتضرر بالحمل، حينئذ تأخذ ما ينظم الحمل ويؤخره. وأما إذا كانت قابلة للحمل ولا يؤثر عليها فلا يجوز لها أن تؤخر الحمل، ومن باب أولى لا يجوز لها أن تقطع الحمل ولا تطيع زوجها في ذلك. نعم. هذا سائل يسأل يقول: هل السلام بصفة دائمة على من بجواري بعد الصلاة النافلة وقبل إقامة الصلاة بدعة؟ ليس بدعة، لا فعله ولا تركه، يسلم إذا وصل إلى الصف ويكفي، إذا وصل إلى الصف يسلم ويكفي. فإذا صافحه بعد السلام من النافلة صافحه بعد السلام من النافلة من باب توثيق الصلة بأخيه وتطيب خاطر أخيه، لا بأس بذلك. أحسن الله إليكم. يسأل يقول: من البيوع المحرمة، يسأل عن بيع العينة، ما حكمها؟ بيع العينة حرام لأنها وسيلة إلى الربا، وهي أن يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها صاحبها الذي باعها بثمن حال أقل من المؤجل، ثم إذا حل الأجل يتقاضى الثمن المؤجل، هذا ربا، جعلت السلعة حيلة للتوصل إليه. نعم. من أسئلتها أيضا يقول: وما حكم بيع المسلم على بيع أخيه وشراؤه على شرائه؟ هذا حرام، قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ومثله الشراء على شرائه، لأن هذا من الاعتداء على حق المسلم ولا يجوز له ذلك. حتى الصوم إذا سام وأراد البائع أن يبيع عليه فإنه لا يتقدم ويقول: أنا عندي زيادة، إذا رآه مالي للبيع إليه يتركه. أما إذا كان الصوم قائما والعرض مستمرا فلا بأس أن يزيد. نعم. وسؤاله الآخر يقول: ما حكم من باع سلعة بـ1000 ريال مثلا واشتراها من الذي اشتراها بأقل من قيمتها؟ إذا كان هذا كما سبق من بيع العينة وحيلة إلى الربا فإنه لا يجوز، لأنه حيلة إلى الربا، هو بيع العينة المنهي عنه. نعم. يسأل عن بيع النجش وحكمه. النجش هو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، وإنما يريد أن يرفعها على الآخرين، قال صلى الله عليه وسلم: ولا تناجشوا. فلا يزيد في السلعة إلا من يريد شراءها وهي معروضة للمزيد، أما أن يزيدها وهو لا يريد شراءها وإنما يريد أن يرفعها على الزبائن، هذا هو النجش المحرم المنهي عنه. نعم. أيضا من أسئلة الأخ السائل يقول: ما حكم كتمان عيب السلعة كالسيارة أو المنزل، وهل يعتبر من التدليس، وما هي ثمار الصدق في البيع؟ نعم، هذا هو التدليس. التدليس معناه أن يدلس السلعة ويخفي عيبها ويظهرها بمظهر السليم ولا يذكر ما فيها من العيب، هذا خيانة، ولا يجوز هذا، أن يدلس السلع على المشترين، بل يبين ما فيها من عيب وتكون قيمتها على حسب حالها ولا تباع بقيمة السليم وفيها عيب. فإذا لم يعلم بالعيب وظهر فللمشتري الخيار، إما أن يمسكها ويأخذ أرش العيب، وإما أن يردها ويسترجع الثمن. التعامل بين المسلمين مبني على الصدق والأمانة، قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان كل منهما بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. نعم. أحسن الله إليكم. سؤاله الأخير يقول: هناك من الناس من يتصرف في المبيع قبل قبضه، ما حكم هذا التصرف؟ إذا كان المبيع يحتاج إلى كيل أو وزن فلا يجوز التصرف فيه قبل قبضه بكيل أو وزن، أما إذا كان المبيع لا يحتاج إلى كيل ولا وزن واشتراه بالإيجاب والقبول فإنه يجوز له أن يتصرف فيه ولو لم يقبضه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أعرف رجل عينه قوية كما يقولون، هل عدم زيارته ينفي التوكل على الله؟ لا، هذا من اتخاذ الأسباب الواقية، إذا عرفت أنه يصيب بعينه فإنك لا تذهب إليه، إن هذا من اتخاذ الأسباب الواقية، أما مجرد الأوهام والوساوس والشكوك فالواجب على المسلم أن يتوكل على الله ويتركها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول أنه يرغب في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في بعض الدول الإسلامية، بماذا يبدأ؟ هل يبدأ في الرقائق أو يبدأ في التوحيد؟ وجهونا بارك الله.
الله فيكم. إذا كان عنده علم بما يدعو إليه، عنده علم على بصير، عنده مقومات الدعوة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، فإنه يتوكل على الله ويدعو إلى الله، ولكن يبدأ بالعقيدة أول شيء. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، هل يكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ترد على فقراء. فلا يجوز البداءة بالرقائق والنصائح لمن عندهم شرك وكفر، لابد أن يصلح العقيدة أول. أما إذا كانوا موحدين وعندهم عقيدة سليمة وعندهم تقصير في المعاصي والتصرفات، فإنه ينصحهم ويدعوهم إلى ترك ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول حفظكم الله: الأبناء والأولاد هل هم في حال صلاحهم نعمة، ولكن في حال فسادهم هل هم نقمة؟ لا شك أن الأولاد نعمة من الله إذا صلحوا، ولكن صلاحهم له سبب وهو التربية، تربيتهم، تربية الوالد لهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. الصلاح لا يأتي عفوا، لابد من سبب وهو التربية، ولأن التربية السيئة تنحرف بالأولاد عن الفطرة السليمة. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. تربية الوالد لها دور كبير في الصلاح والفساد، وهو مسؤول عنهم أمام الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سائل آخر رمز لاسمه عبد الفتاح، يقول: رأيت الناس يتمسحون بالمقام، قصده بمقام إبراهيم، ويحبونه ويتمسكون بأطراف الكعبة، ما حكم هذا العمل؟ كل هذا العمل لا أصل له ولم يشرع لنا ذلك. الذي شرع لنا مع الكعبة واستقبالها في الصلاة والطواف بها في الحج والعمرة أو التطوع، وأما التمسح بها والذي شرع أن يتمسح به وأن يقبل هو حجر الأسود. التمسح يكون بالركن اليماني فقط، يمسح عليه يستلمه لأنه على قواعد إبراهيم، يمسحه إذا مر به، والحجر يمسحه بيده ويقبله إذا تمكن، إذا لم يتمكن فإنه يشير إليه إذا مر محاذيا له. وما عدا ذلك من أركان الكعبة وجدران الكعبة فلا يلتصق به ولا يتعلق به ولا يفعل هذه الأمور، لأن هذا الشيء لم يرد. نعم. سؤاله الآخر يقول: هل للطواف والسعي في الحج والعمرة أدعية مخصصة؟ ليس له أدعية مخصصة، وإنما يدعو بما يسر الله له من الأدعية، ما جاء في الكتاب والسنة أو ما يوافق الكتاب والسنة، فيدعو بما تيسر. وهذا الدعاء ليس بواجب، ولكنه من المكملات، من المكملات للطواف. نعم. يقول: هل الأفضل تكرار الطواف أم التطوع بالصلاة في الحرم؟ كلاهما والأمر ميسر، يعني يطوف بالكعبة ويصلي ركعتي الطواف، ثم إذا أراد أن يتطوع بالنوافل في المسجد الحرام فالباب مفتوح ميسر ولله الحمد. نعم. أيضا يسأل يقول: بالنسبة لركعتي الطواف، يعتقد بعض الناس أنها من واجبات العمرة وأنها لابد أن تصلى خلف مقام إبراهيم. ركعتي الطواف سنة ليست بواجبتين، ومكانهما إذا أمكن عند المقام يجعل بينه وبين الكعبة هذا أفضل، وإن كان المكان مزدحما فيصليها في أي مكان تيسر له من الحرم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما حكم خلع الجوربين عند كل وضوء احتياطا للطهارة، وهل يدخل في ذلك وسوسة؟ نعم، الجوربان إذا كان ساترين للرجلين ضافيين على الكعبين وما تحتهما ولبسهما على طهارة فإنه يمسح عليهما إذا توضأ، المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها. أما أنه يفسخهما لكل وضوء هذا من التكلف، وهذا خلاف السنة، هذا من التكلف وخلاف السنة. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء وجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم في هذه الحلقة فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا، ويجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. في الختام هذه تحية من الزميل عثمان ابن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.